انفجار عنيف استهدف منزل السفير الإيراني صباح اليوم بمنطقة حد بالعاصمة صنعاء بالقرب من مبنى الأمن السياسي. الانفجار الذي أودى بحياة نجل حارس المنزل وإصابة 17 آخرين بحسب الوكالة الحكومية خلف أيضا أضرارا مادية كبيرة شملت الحي الذي يتواجد فيه المنزل. قلنا أن هناك سيارة مفخخة قد وضعت ووصلت أشياء يعني المكينة حقها على بعد أكثر من 400 متر، وكذلك زيلت أشجار هنا لها أكثر من عشرات السنوات، ولا الإصابات داخل لا يوجد الموظفين المنين حيث أن السبيل لم يكن متواجد داخل السكن في ذلك الوقت ولم يسبق أن نقل لهنا. حصل الانفجار في منزل السفير الإيراني وأصيبت امرأة ورجل وطفل ما زال تحت الإنقاذ، وما زال رجال الأمن يبحثوا عن الإنقاذ. هذا الذي حصل، انفجار عنيف جدا. انفجار السيارة المفخخة نجا منه السفير الإيراني المعين حديثا بعد قطيعة مع اليمن لعامين، فقد صرحت الخارجية الإيرانية أن السفير لم يكن متواجدا بالمنزل وأن دبلوماسيها لم يلحق بهم أي أذى. يأتي هذا الانفجار بعد أكثر من شهرين من اجتياح جماعة الحوثية المسلحة للعاصمة صنعاء وانتشار مسلحيها وغياب أجهزة الدولة، ورغم تشكيل حكومة بحاحة قبل أسابيع إلا أنها لم تمارس مهامها بعد. إلى الآن لم تكشف التحقيقات من المتسبب في الحادثة، لكن الانفلات الأمني هو الجاني بحسب الكثيرين. أمين دبوان، يمن شباب، صنعاء.